من إذاعة من لا صوت لهم، أهلا بكم في جولتنا لأهم الأحداث والأخبار مطلع هذا الأسبوع. نفتتحها بحدث أليم وهو مقتل قاصر برصاصة خاطئة من شرطي، حيث جاء في بيان الأمن الوطني أنه على إثر تنفيذ عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة براقي بأمن ولاية الجزائر لإذن نيابي بتفتيش أحد المساكن يوم 10 جانفي 2023، والذي أسفر عن توقيف شخصين وحجز ما يزيد عن 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات. فوجئ عناصر التشكيل الأمني بمحاولة بعض شباب الحي عرقلة سير العملية، ما دفع أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق عيار تحذيري أصاب القاصر المسمى عين ألف، الذي نقل على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي بالحرش أين وفته المنية. وأشار البيان لتوقيف الشرطي تحت النظر بأحد مقرات الشرطة وإخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية مع فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. وفيما يخص باحتفالات الرأس السنة الأمازيغية، رفضت مديرية التقنين والشؤون العامة لولاية البويرة الترخيص للجمعية المحلية أمازيغ لبلدية القصر بتنظيم نشاط احتفالي بعيد رأس السنة الأمازيغية في قاعة عمومية. ولم توضح مديرية التقنين والشؤون العامة أسباب رفض الترخيص. يذكر أن دستور سنة 2020 ينص على إخضاع كل التجمعات العمومية سياسية أو ثقافية لنظام التصريح، لكن السلطات ما زالت تعمل بالتنظيمات القديمة التي تفرض الحصول على ترخيص الإدارة لتنظيم أي تظاهرة. كما تعرض المغني الملتزم لحلو عبد الرحمن المعروف بأول لحلو للمنع من مغادرة التراب الوطني حسب منشور له على صفحته بالفيسبوك، حيث كان يتأهب للسفر إلى فرنسا في جولة أوروبية وأمريكية لتنشيط حفلات فنية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. ولم يقتصر المنع من السفر الفنان ألحلو فقط، بل طالت شريحة من المواطنين ومدافعين عن حقوق الإنسان. فبعد تلقي الصحفي والمدون مرزوق تواتي أيضا لاستدعاء من طرف مصالح الشرطة القضائية تخطره بقرار منعه من مغادرة التراب الوطني، تلقى عضو الرابطة الجزائرية ببجاية حسين بومجان والأستاذة الجامعية والناشطة الحراكية حكيمة صبيحي وكل من نشطاء الحراك عبد السلام سالي ويزيد ميباركي ونذير تامين استدعاءات للتقدم لدى مصالح الأمن الوطني لإبلاغهم بقرار سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. قرار أثار حملة استياء وتذمر وسخط من طرف محامين ونشطاء بداخل البلاد وخارجها، وسط تساؤلات عديدة عن من يقف وراء هذا القرار وما إذا كان قرارا أمنيا أم قضائيا. حدث آخر أثر الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حملة وزارة التجارة الجزائرية لمصادرة المنتجات التي تحمل ألوان القوس قزح بالمحلات وعلى منصات البيع الإلكترونية لمساسها بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري حسب ما جاء على لسان وزير التجارة كمال رزيك. وصفت المجلة النسوية الجزائرية المهتمة بقضايا النسويات وزارة التجارة التي أطلقت حملة ضد ألوان قوس قزح على أساس أنها منافية لأخلاق والقيم الإسلامية والأداب بأنها غارقة في الظلامية وتشكل خطرا على التلاميذ في المدارس. كما استنكرت المجلة التي تحولت بمرور الوقت إلى جمعية وطنية بشدة الحملة الحالية التي تقوم بها وزارة التجارة وترويج الصادرات لشيطنة ألوان قوس قزح وجميع المنتجات. في حدث آخر اهتز الرأي العام صباح يوم الأربعاء 11 جانفي على وقع جريمة مروعة هزت الوسط التعليمي في سابقة لم تعاد البلاد بتاتا، حيث طعن تلميذ إكمالية لأستاذة اللغة العربية بسكين بمتوسطة الشهيد عمار السعيد ببلدية تاكسلانت على مستوى ولاية بات. وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس التابعة لمجلس قضاء باتنا بإيداع المتهم في وقائع الاعتداء على الأستاذة رهن الحبس
المؤقت بجناح الأحداث. ونختم جولتنا لأهم الأخبار بحدث فريد من نوعه، وهو صدور أول شهادة زواج رسمية بالأمازيغية، حيث أصدرت بلدية أيت وادو بدائرة واضية لولاية تيزي وزو أول وثيقة إدارية رسمية باللغة الأمازيغية، وذلك بمناسبة إحياء السنة الأمازيغية 2973. لمتابعة بقية الأخبار بكل تفاصيلها يمكنكم الدخول على موقع laradio220.org أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.